الشام علم شمس النور صوت الحق الصارخ. اليوم راح نتحدث عن إجراءات البحث العلمي، راح نتحدث عن المشكلة وتحديد مجالها وكذلك مصادر التعرف على المشكلات وكيفية اختيار المشكلة وما هي الاعتبارات اللازم اتباعها واتخاذها عند اختيار هذه المشكلة، ثم كيفية صياغة المشكلة وكذلك العنوان. بدون شك في بداية حديثنا قد عرفنا مفهوم البحث العلمي، مرة ثانية ما المقصود بالبحث؟ ما المقصود بالبحث؟ البحث هو عبارة عن الاكتشاف والتمحص والتفسير عن بعض المشاكل. مفهوم البحث بشكل كامل، البحث التربوي هو عملية علمية منظمة تقوم بالتأكيد على حقائق قديمة وتأكد منها وإثباتها وتعرف على حقائق جديدة. شكراً للطالبة. كما ذكرنا أن البحث هي هو عملية تقصي أو عملية تحري أو عملية اكتشاف، أي أن هناك شعور بصعوبة ما، في هناك إحساس أنه في هناك صعوبة، في شيء عندنا محير مقلق كمان في نفس الوقت، في هناك صعوبة للوصول إلى الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه، أو هناك عائق يعترض الوصول إلى الهدف. إذن هناك موقف يدفع الطالب إلى أن يبحث عن حلول لهذه المعوقات أو هذه العقبات أو التحديات التي يواجهها من أجل حل هذه المشكلة. هذا هو الشعور بالمشكلة. طيب، أي مشكلة لابد من تحديد مجالها، تحديد مجال هذه المشكلة. لكن قبل ما نتحدث عن هذا المجال لابد أن نتحدث عن مصادر التعرف على المشكلة. كيف أنا ممكن أن أوصل أن هناك مشكلة؟ كيف بدي أوصل وتعرف على المشكلات الموجودة من أجل القيام ببحث تربوي لحل هذه المشكلة؟ تفضلي أختي. تفضلي. يعني من خلال الخبرة الواقعية أو العملية، الإنسان كل فرد منا بمر بمواقف، بمر بصعاب، هذه الصعاب أو هذه المواقف تتطلب حلولا، هذه من خلال خبرته بيستطيع الباحث أو الشخص أن يحدد المشكلات التي يواجهها المجتمع. أحيانا من خلال العمل التربوي للطالب من أو للمعلم أيضا يقف على مجموعة من المشكلات أو التحديات التي يشعر ويحس بأن هناك مشكلة ما تعترض الوصول إلى الهدف أيضا. إذن أنا ممكن أن نتعرف على هذه المشكلات من خلال الخبرة العملية، وهنا من الممكن أن نقوم بعملية تحديد الاحتياجات. على سبيل المثال، إذا رغبت في تطوير أداء المعلم، بنفس الوقت إنه أنا ممكن أن أجمع البيانات والمعلومات اللازمة من أجل تطوير أداء المعلم. طب هل المعلم بيحتاج إلى تدريبات؟ هل يحتاج إلى وسائل جديدة؟ هل يحتاج إلى أساليب في التقييم، في التقويم، وهكذا دواليك؟ إذن من خلال الخبرة الميدانية التربوية نستطيع أن نحدد هذه المشكلات في نفس الوقت. هناك البعض بتتوفر عندهم القدرة على تحديد هذه الاحتياجات، ولكن أيضا
ليس لديهم القدرة على تحديد هذه المشكلات. يعني عندهم خبرة طويلة في المجال التربوي لكن ما عندهم من خبرة في تحديد هذه المشكلات أيضاً. طيب أيضاً في هناك مصادر أخرى. تفضلي أختي. نعم، التخصص الدراسي. قلنا كل واحد منا متخصص، ربما الأخت تخصص رياضيات لغة إنجليزية، هنا تخصص كيمياء، الأخت تخصص رياضيات، الأخت تخصص فيزياء، وهكذا دوالي. كل في مجاله يدرك أو يستطيع أن يدرك هذه التحديات أو هذه المشكلات أو العقبات أو الصعوبات، وأيضاً في نفس الوقت يصبح لديه خبرة في المعرفة والإنجازات العلمية اللي سبق أن تناولها بعض الباحثين والتي لم يسبق لباحثين أن تطرقوا لهذه المشكلات. إذن ممكن من خلال التخصص أن ندرك المشكلات التي تواجه. غير هيك في الآخر رائعة. نعم، الدراسات والأبحاث السابقة. في دراسات كثيرة، في الأبحاث المنشورة والمحكمة، في رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه، في هناك فصل خاص بالدراسات السابقة. يمكن في بعض التخصصات غير التربوية تدمج هذه الدراسات ضمن الإطار النظري، بينما في تخصص التربية هناك فصل محدد للدراسات السابقة. في هذه الدراسات السابقة قد يوصي بعض الباحثين بإجراء دراسة ما، هو أجرى دراسة لكن بيطلب من أيضاً الباحثين الآخرين بدراسة مشكلة أخرى لها علاقة بالموضوع، لها علاقة بالموضوع. يعني على سبيل المثال أنه أنت ممكن تدرسي المشكلات اللي بيواجهها الطلبة، قد تكون مشكلات اجتماعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، ودينية إلى آخر من ذلك. لكن هي دراسة من الممكن أن نعممها صحيح، لكن كمان يمكن تحتاج إلى دراسة في مجال واحد ليصبح هناك أكثر عمقاً. أحياناً في الدراسات السابقة قد يظهر هناك تناقضات. على سبيل المثال لو ذكرنا بعض الدراسات ذكرت أن هناك دور للمنظمات غير الحكومية، هناك دور تربوي للمنظمات غير الحكومية في محافظة غزة. بعض الأبحاث ممكن تقول لك والله أن المنظمات غير الحكومية ليس لها دور تربوي. طب بعض الدراسات بتقول لي في لها دور تربوي، بعض الدراسات بتقول لي ما في لها دور تربوي. طب الحل أرد على مين؟ نعم، إنه أنا المفترض إنه أنا أقطع الشك باليقين، بأجري دراسة أخرى حتى أقطع الشك باليقين، حتى أحسم الأمر إذا كان في إلها دور أو ما في إلها دور في نفس الوقت. أحياناً بتكون هناك عينة الدراسة بتكون محدودة بدون شك. هي دراسة علمية لكن كمان من أجل عملية التعميم بتحتاج إلى دراسة أوسع من ذلك وأكثر عمقاً في نفس الوقت. أنا ممكن أخذ جانب واحد على سبيل المثال وأقول والله العوامل النفسية التي تؤدي إلى التطرف، أو كمان أنا ممكن أن أبحث أن ربما تكون هذه صحيح هو عامل العامل النفسي، لكن قد يكون هناك عوامل أخرى، قد يكون هناك عوامل سياسية، قد تكون هناك عوامل دينية، قد تكون هناك عوامل شخصية إلى آخر من ذلك. وهيك أنا بستطيع أن أحصل على مصادر عديدة للوقوف على المشكلات التي يواجهها الأفراد.
وانا ببدا في عمل البحث في نفس الوقت، وبختار المشكلة المراد دراستها او حلها في نفس الوقت. في حد عنده سؤال؟ اذا ادركنا مصادر معرفة المشكلة. نيجي لموضوع اخر وهو موضوع اختيار المشكلة. عند اختيار المشكلة لابد ان نراعي مجموعة من الاعتبارات. هناك اعتبارات حتى انجح في عملي، حتى استطيع حل المشكلة، اوصل الى الهدف، لانه في النهاية بدي اوصل الى حل مشكلة او هدف اللي هو السيطرة على البيئة او ما شابه ذلك. فما هي هذه الاعتبارات عند اختيار هذه المشكلة؟ نسمع من هناك. نعم، إذن في بداية الأمر اللي هو أهمية المشكلة. هل المشكلة لها أهمية أو ليس لها أهمية؟ هل هناك إضافة جديدة راح تزودني فيها النتائج ولا ما فيش إشي جديد؟ لنأخذ على سبيل المثال، وما بدنا يعني نعدد كثير، لكن لو قلنا بدنا نقوم بدراسة مثلا حول تطوير المناهج في زمن الاحتلال الإسرائيلي. تطوير المناهج في زمن الاحتلال لها أهمية ولا ما لهاش أهمية؟ تطوير المناهج في زمن الاحتلال الإسرائيلي أو البريطاني. نعم، طب ايش الفائدة اللي بدها تعود عليها؟ ولاش زي ما تفضلوا انه ما في. لكن لو قلنا انا قلت لو بدك انت تقوم بعملية تطوير للمناهج في عهد السلطة الوطنية اليوم، في لها أهمية؟ في لها أهمية، لكن أول ما لها أهمية منها خلصنا من الاحتلال. في عنا احتلال الآن؟ في عنا احتلال؟ فيش عنا احتلال، تمام. لكن لو جيت أنت تكلمت مثلا أثر، على سبيل المثال أثر أو أثر الجدار الفاصل بالضفة الغربية على التعليم، على التعليم في الضفة الغربية، مهم ولا مش مهم؟ مهم. إنه اليوم بس أنا يعني لذلك إنه أنا عندما أختار أي مشكلة لابد من النظر إلى أهمية هذه المشكلة وقيمة القيمة العلمية لهذه المشكلة. واضح؟ في شغلات ما بستفيد منها، أنا البحث هاي بدي أستفيد منه، هذا أهم حاجة. إذا لما بدي أختار مشكلة لابد أن تتضح أهمية هذه المشكلة. طيب، أيضا اعتبارات أخرى، تفضل أختي. واحدة بس معنى الشيء، اهتمام الباحث بالمشكلة. ليه؟ لأنه هذا الاهتمام بيؤدي إلى المثابرة، بيؤدي إلى العمل، بيؤدي إلى الجدة. بنفس الوقت إنه دائما بنات إنه نجاح الإنسان رغبته فيه، نجاح الإنسان رغبته فيه. حتى لو قام الإنسان بأي عمل ما، بأي عمل ما ولم يكن هناك رغبة، من الممكن إنه ينجح، ولكن لا يصل إلى مرحلة الإبداع. طيب، الأخت تخصص إيش؟ لغة؟ لغة إنجليزية. طب دخلت ليش اللغة الإنجليزية؟ شو هي ليش إنه أنت التحقتي بقسم اللغة الإنجليزية؟ تفضل أختي. الرغبة في الدراسة باللغة الإنجليزية. ممكن طالب تاني يدخل قسم اللغة الإنجليزية وينجح فيه، لكن مش راح يكون عنده إبداع زي ما بكون في هناك رغبة في ذلك. إذن هذه الميول وهذه الرغبة في البحث في موضوع محدد
يؤدي إلى المصابرة وإلى الجدية في نفس العلم. ثلاثة، ناخذ من الآخر من هناك الجد. تفضل أختي، تفضل أختي. طيب، توفير الخبرة والقدرات والمهارات اللازمة لدراسة المشكلة. أنا ما عندي خبرة عن الموضوع، ولا عندي خبرة عن البحث العلمي، ولا عندي خبرة عن خطوات البحث العلمي. راح أستطيع أن أكون قادر على البحث؟ ما عندي خبرة، ما عندي قدرات. أي عمل بدك تعمله بدك أيضا أنه أنت يعني، هل عندكم قدرة على التدريس الآن؟ لكن لما بتخلصوا بكرة بصير عندكم خبرة، بصير في عندكم قدرات، في عندكم مهارات كمان، بتقوم بعملية الإبداع في مهنة التدريس. نفس الشيء البحث، لابد أن تتوفر لدى الفرد الخبرة والقدرات والمهارات اللازمة لدراسة المشكلة لإتمام البحث. بعدين بدناش نقول إيش بيقولوا، وصلتونا لنص البير وقطعتوا الحبل فينا، مش هيك؟ طيب كمان إيش في كمان عنده معلومات ناخد من هناك؟ توفر المعلومات، واللي هي المعلومات اللازمة حتى تسهل عملية أيضا البحث العلمي، ويصبح البحث لديه القدرة على المعالجة. بدون ما عنديش معلومات عن البحث نفسه، في هناك بعض الأفراد، نحكي حاجة على سبيل المثال، طالب في أحد الكليات بأحد الجامعات، كان له موضوع حول المدرسة الحديثة، بده يقيم أداء المعلمين في ضوء المدرسة الحديثة. طيب لما راح يبحث عن المدرسة الحديثة لم يجد هناك مراجع أو كتب أو معلومات عن الموضوع. إذا ما جمع معلومات كيف بده يشتغل في البحث؟ فراح يواجه صعوبة. برضو نفس الشيء اليوم، فبطلب هذا الطالب، بطلب تغيير العنوان إلى عنوان آخر. طب ما هو قاعد قديش؟ قاعد له صار له حوالي 6 شهور، ولما كمان بده يغير العنوان بده يقعد له كمان 6 شهور، هي صار عنده سنة. اعتبارات أخرى، توفر الإمكانات المادية. في توفر الإمكانات، أختي اليوم أنت بدك تقوم بإجراء بحث ما، كحد أدنى في عندي إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية. كحد أدنى بدك تقوم بشراء كتب، لو بدك أنت تقوم بعملية توزيع أداة الدراسة الاستبانة على سبيل المثال، بدك تتوجه وين؟ طب ربما تكون على مدارس القطاع، بدك تاخدي لك سيارة وتلف على مدارس القطاع كليتها، مش هيك ولا لا؟ ويمكن لما تجمعيها بعض الناس يقول لك تعلي بكرة، وناس يقول لك بعد بكرة، وناس بعد، وهكذا دواليك. إمكانياتك بتسمح لك. طبعاً كمان أداة الدراسة، الكتب، ممكن تحتاج، ما عندك شيء لابتوب او ما عندك شيء كمبيوتر تنزله على المكتبه، المعالجه الاحصائيه، ممكن بعض الناس بحاولوا انه يقوم بعمليه تدقيق للبحث لغويا ومراجعه احصائيه كمان بنفس الوقت، وهذا بحتاج الى تكلفه. اذا بالضروري ان تكون هناك إمكانيات مادية ومراعاة التكاليف اللي بيحتاجها البحث. وهذا إذا إحنا كنا يعني على سبيل المثال، يمكن أحد الأخوة بده يبحث في مجموعة من العينات، على سبيل المثال عينات مية في العلوم الطبيعية، عينات مية مثلا، أو خلينا نقول بالنسبة لتبعونا اللغة الإنجليزية، زي ما قلنا بده يروح على رفح يقابل بعض المشرفين، يعمل فوكس جروب، يعمل هذا كله بحتاج. فبالضروري
أن تتوفر يأخذ في الاعتبار هذه التكاليف المالية. اعتبارات أخرى نأخذ من هنا، توفر التسهيلات الإدارية. لنفترض أنه أنت يا أختي على سبيل المثال هذه التسهيلات الإدارية، هناك بعض الأبحاث التجريبية بتستغرق مدة طويلة، تستغرق مدة طويلة في الدراسات التجريبية. لنفترض أنه أنت بدك تدخلي نموذج مقترح في تدريس مساق مثلاً، خلينا نقول مساق، أو تدخلي أسلوب حل المشكلات لتنمية التفكير العلمي لدى الطلبة، بدك تشوفي أثر هذا البرنامج، أثر هذا البرنامج أو تمام على الطلبة. اللي راح يصل إنه أنت بدك تاخدي مجموعة ضابطة ومجموعة متغيرة، بدك تاخدي بعض الفصول صف مثلاً وتعتبري إنه هذا المجموعة المتغيرة على سبيل المثال، تدخل عليهم هذا البرنامج، بدك فصل، حتى تشوفي هذا البرنامج فعلاً ساهم في تنمية التفكير العلمي ولا لا، فصل كامل. طب لو رحت نص الفصل يمكن تجيك المديرة وتقول لك والله أنا بدي تجيبي لي كتاب من الوزارة، الوزارة بدي كتاب كذا، الوزارة يمكن ترفض تديك هذه التسهيلات، هذا الورقة، فهذا بده ياخذ منك وقت. هل هناك تسهيلات ولا ما في شيء؟ قبل كل شيء ممكن بعض الناس بيقول لك لا والله انا ما بديش اعمل، يعني بعض على سبيل المثال انه يا جماعه اشتغلت على المنظمات غير الحكوميه في احد الابحاث، بعض المنظمات رفضت تقديم الميزانيه الماليه لها، خافت، بعضهم خاف يقدم، هل هناك موافق ولا مش موافق؟ وهكذا دولي. طيب أخرى، تعميم النتائج بيصبح بحيث يصبح لها طابع عام وبسل تعميم النتائج على الحالات المشابهة. هل هذا البحث إنه في النهاية هذه النتائج أنا ممكن إن أطبقها في حالات أخرى مشابهة ولا لا، حتى أستفيد من البحث الآن. آخر شيء يا عدل نسمع هنا، تفضلي. مدى مساهمة الدراسة في تنمية دراسات أخرى. البحث الجيد هو اللي بيكشف لي عن مشكلات جديدة في نفس الوقت تطلب أبحاث جديدة. البحث الجيد هو اللي في النهاية بيكشف لي عن بعض المشكلات اللي بتتطلب أبحاث جديدة أيضا. إذن عند اختيار المشكلة لابد أن نأخذ في الاعتبار أهمية المشكلة وقيمة المشكلة، إمكانية إجراء المشكلة، ميول أو ارتباط الباحث بموضوع الدراسة أو المشكلة، مناسبة الوقت المتوفر للبحث المراد إجراؤه، الميول، الجدة والابتكار، توفر المصادر، وكذلك الإمكانيات أيضا. واضح ولا في حدا عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب بدنا نختار المشكلة، نيجي نختار المشكلة. في اختيارنا يمكن حاولت قدر الإمكان في البداية. أختي كليتكم كلية إيش؟ تخصصكم إيش؟ كلية تربية. إذا المجال اللي أنتم تشتغلوا فيه تربية، ممكن تعتبره تربية، تمام؟ لكن كمان بنفس الوقت إنه في عندكم على سبيل المثال في عندكم المجال تخصص إيش أنت يا أختي؟ رياضيات.
إذا ممكن نعتبر برضو كمان نفس الشيء المجال مجال رياضيات. تمام؟ في بعض الناس عندنا بيشتغلوا في رياضة الأطفال، بيشتغلوا في رياضة. إذا المجال عندهم مجالهم إيش؟ رياضة الأطفال. في النهاية أنت بكرة لما تتخرج مجالك إيه؟ تشتغلي في معلمة، مجال معلم. تمام؟ هذول الجماعة اللي بيشتغلوا في رياضة الأطفال كان بتمثل مجالهم اللي هو في رياضة الأطفال. إذن في البداية بدي أنظر إلى المجال. أول شيء بدي أنظر إلى المجال اللي هو مجال رياضة الأطفال. طب بدي أشتغل في أي موضوع؟ بدي أشتغل في موضوع تقويم، التقويم. إذن الموضوع موضوع إيش اللي بدك تشتغل فيه، تبحث فيه، اللي هو موضوع التقويم. إذن في عندي المجال، عندي ثانياً الموضوع، لابد من تحديد المجال أو تدرك المجال اللي أنت بتعمل فيه، إيش الموضوع اللي بدك تشتغل فيه، موضوع التقييم. في النهاية بدك تحطي اللي هي المشكلة. في ضوء ذلك بتقوم بصياغة المشكلة اللي هي بتتمثل مدى مراعاة مناهج الأطفال بمحافظة غزة لمعايير المنهاج الجيد. إذن المجال إيش؟ رياضة الأطفال. الموضوع إيش؟ تقييم. المشكلة، المشكلة بتتمثل بدك تشوفي هل هناك في مراعاة لمناهج الأطفال بمحافظة غزة لمعايير المنهاج الجيد ولا لا؟ طيب مثال آخر عندنا هنا، في بعض الناس مدرسين في التربية المدنية والوطنية وحقوق الإنسان. إذا مجالهم بيشتغلوا في التربية الوطنية والمدنية وحقوق الإنسان. تعرفوا أن من الصف الأول للصف لا نصف للتاسع بياخد تربية وطنية وتربية مدنية حقوق إنسان، والسنة الجاية أنتوا برضو راح تأخذوا حقوق إنسان عشان يكون. طيب إذا المجال عنده اللي هو التربية الوطنية، الموضوع عنده موضوع هاي التربية الوطنية في لها علاقة بالانتماء. التربية الوطنية والانتماء هذا الموضوع، أنت تخصص مجالك تربية وطنية، الموضوع عندك موضوع الانتماء، التربية الوطنية والانتماء. طب المشكلة بقول أثر مقرر التربية الوطنية للصف التاسع في فلسطين، بدي أشوف في لها أثر، في أثر لمقرر التربية الوطنية للصف التاسع في فلسطين على الانتماء الوطني ولا ما فيش؟ أثر مقرر التربية الوطنية على إيش؟ على الانتماء، بس لمين؟ للصف التاسع في فلسطين. واضح؟ أحياناً بكونوا بقى في الدراسات العليا في تبعون تخصص علم النفس، في تخصص مناهج وطرق تدريس، في أصول تربية، في أصول تربية. لو أجينا مثال لتبعون المناهج، طبعا هذا ممكن يدخل في أصول التربية يعني أو شيء زي هيك، ممكن هذا بالنسبة للأصول. في المناهج على سبيل المثال عنده هو مجاله إيش؟ مناهج وطرق التدريس. الموضوع اللي بده يشتغل عليه موضوع القيم البيئية، موضوع القيم البيئية. المشكلة كيف بدي أسيخها تاني؟ بدي أسيخها، بدي أعمل دراسة تحليلية للقيم البيئية المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة الإعدادية بمحافظة غزة. هل إنه الكتب، كتب العلوم فيها قيم بيئية ولا ما فيش فيها قيم بيئية؟ إحنا بتقولي فيها، لكن كمان قديش النسبة اللي فيها لو بدها؟ وش بعرفني أنا؟ يمكن ما بعرفش إنه فيها أو ما فيها. نحتاج إلى دراسة في نفس الوقت. طيب إذن أول إيش بدي أحدد إيش؟ أول حاجة إيش اللي بدي أحدده؟
علي صوتك، اللي هو موضوع المجال انت بتشتغلي فيه، بعد هيك بحدد الموضوع، وبعد هيك بحدد اللي هي المشكلة في نفس الوقت. في العنوان، لو نظرنا للعنوان بشكل عام، اطلعوا على العنوان، هل هو محدد تحديداً دقيقاً أم لا؟ لو نظرنا للعنوان في هناك تحديد. لو اجيتي وطلبنا منك مشكلة بحثية على سبيل المثال، خلينا نطرح أو تطرحوا لي بعض المشاكل اللي إحنا ممكن نقوم بدراستها أو عمل بحث في هذا الموضوع. في إمكاني أحد أن يطرح لي مشكلة؟ ها؟ سليم؟ تفضل سليم. هلمي. استخدام أدوات التقويم في البيئة الصفية. طيب، في أي مرحلة؟ وين البيئة الصفية؟ أنية بلشنا واحدة ورا الثانية أن نحددها بشكل دقيق. واضح الصورة كيف؟ في البيئة الصفية، أنية صفية، بيئة صفية في الجامعة، في المرحلة الثانوية، مرحلة إعدادية، في مدارس الوكالة يا جماعة، ولا بمدارس الحكومة، لأنه صف. كل هذه القضايا لابد أن تكون واضحة ومحددة تحديداً دقيقاً. نعم؟ نعم. إذن بالضروري أن يكون العنوان محدداً تحديداً دقيقاً ومتضمناً عناصر البحث. الأخت ذكرت أنه مرة ثانية أثر على إيش؟ بدك تقومي بدراسة تقويمية يعني؟ بدك تشوفي أداء المعلمين؟ نعم، باستخدام هذا. إذن هنا في عندك المتغيرين، متغير مستقل ومتغير تابع. المتغير التابع اللي بيكون هناك أثر من قبل المتغير المستقل على المتغير التابع اللي بنتج عنه. لو اجينا هنا على سبيل المثال وفق الأمثلة المطروحة، في عندي مناهج الأطفال وهناك معايير، هناك معايير، واضح؟ لو اجينا هنا، تمام، في عندي مقرر التربية الوطنية وعندي الانتماء الوطني. واضح الصورة كيف؟ في عندي متغير وعندي متغير تاني. أي مشكلة بحثية لابد أن يكون هناك متغيرين كحد أدنى. لو اجيت على سبيل المثال التربية المدنية وعلاقتها بالانتماء الوطني، عندي متغير واحد اللي هو التربية الوطنية، والثاني الانتماء الوطني في نفس الوقت. إذن أي مشكلة بحثية لابد أن تتضمن متغيرين كحد أدنى. إذن العنوان عندنا محدد تحديد دقيق بدون شك. أيضا من شروط العنوان أن يكتب بشكل مختصر.
بده ينكتب العنوان بشكل مختصر. ما بحط أنا عنوان أحط له 40 كلمة ولا 20 كلمة. نعم، هو فيش هناك تحديد، فيش هناك تحديد لعدد كلمات البحث العلمي، لكن الغالبية زي ما بتتفضلين يعني بقترحوا ألا يزيد عن 16 كلمة أو 5. نعم، 15 كلمة أو 16 كلمة. يعني بعض حسب، طيب حسب الموضوع. المهم أن يكون مختصرا وأن يكون واضحا في نفس الوقت. ثلاثة، أن يبدأ بكلمات، تفضلي، أن يبدأ بكلمات مفتاحية. هاي الكلمات المفتاحية مثلا أو كلمات محورية، تمام، بتعطي أهمية للموضوع وبريق أيضا للموضوع أثر. لو أجيت أنا كمان بنفس الوقت قلت والله نموذج مقترح أو تصور مقترح، نموذج مقترح أو تصور مقترح بمعنى أن هناك شيئا جديدا، أن هناك مشكلة ما، هناك رغبة في حل هذه المشكلة أيضا. إذن العنوان يجب أن يكون محددا ومتضمنا عناصر البحث، هذا واحد. اثنين، أن يكتب بعبارة مختصرة، أن يبدأ بكلمات محورية هامة. مثلا ممكن أقول مشكلات، يعني مفهوم مشكلات، إذن هناك مشكلة. تصور مقترح، في هناك دراسة مستقبلية. يعني نموذج مقترح، تصور مقترح، دراسة مستقبلية، مشكلات، التحديات، في كلمة يعني إلها وزنها في الموضوع. أن يعبر عن جميع المتغيرات في أي دراسة، كما ذكرنا يجب أن يكون هناك كحد أدنى في هذه المتغيرات متغيرين، وهو ما يطلق عليه المتغير المستقل والمتغير التابع في نفس الوقت. في أحد عنده سؤال؟ أي استفسار؟ طيب، يمكن قبل ذلك ذكرنا في اللقاء السابق أنه إحنا عايزين عناوين دراسات، عناوين أبحاث. طيب تعالي لي هنا شوية طالبة، تعالي أختي، تفضلي، تفضلي أختي. شغال هات الورقة على السريع، على السريع، الوقت أدركنا. طيب يلا. عادي عادي عادي، خلي بدنا نكسر حاجز الخوف، وكلنا بدنا نتنشط مع بكره بكون تصيروا معلمات، ولذلك انه لابد من يكون في هناك جرأة. الجرأة معنا ذلك بديش اسمع يا بنات، يعني احنا الحمد لله الكل عنده حياة، لكن من نوع الخوف والخجل هذا سيديكم رأيهم لا تفعلوا، عشان المرة الجاية برضو كمان نشوف بعض العنوان. القيم الدينية والاجتماعية المتضمنة. إذا نشوفوا كيف الكلمات المفتاحية القيم الدينية. إذا أنا بنظر على جانب محوري في موضوع القيم. تفضل. القيم الدينية والاجتماعية المتضمنة في كتب القراءة للصفوف الرابع والخامس والسادس لمرحلة التعليم الأساسي في فلسطين. إذا هنا بنفس الوقت في عند القيم الدينية والاجتماعية المتضمنة في كتب إيش؟ في كتب القراءة. حدثناها للصفوف الرابع والخامس والسادس، الرابع والخامس والسادس من المرحلة الأساسية في التعليم في فلسطين. واضح؟ إذن الموضوع محدد تحديد دقيق، وهناك الكلمات المفتاحية ومحورية.
واحد ثاني درجة ممارسة القيادات التربوية للقيادة الديمقراطية وعلاقتها بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى طلبتهم. إذن درجة ممارسة القيادات التربوية، بدنا نشوف هذه القيادات التربوية ليه؟ للقيادة الديمقراطية وعلاقتها بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأنا الممارسة الديمقراطية لا تتطلب كلية التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة وعلاقتها بمهارات الحوار. لا، إذن في عندي ممارسات ديمقراطية لدى طلبة كليات التربية، تمام، وعلاقتها بمهارات الحوار، إلى علاقة ولا ما لهاش علاقة في نفس الوقت. دور المختصين التربويين في وكالة الغاوت الدولية بمحافظات غزة في تنمية المهارات البحثية لدى المعلمين وسبل التطوير. بدنا نشوف في دور للمختصين التربويين في وكالة الغوث الدولية. عندنا مدارس مختصين في وكالة الغوث، وعندنا مختصين في الجهات الحكومية أو المدارس الحكومية في تنمية المهارات البحثية لدى المعلمين. هل لأنه بيقوم بعملية لهم دور في تنمية هذه المهارات البحثية عند المعلمين اللي عندهم ولا لا؟ هذه المشكلة لها أهميتها في البحث التربوي. طيب، شكرا. أمل من الجميع برضو نفس الشيء في اللقاء القادم أن يحصل على مجموعة من العناوين. شكرا للجميع.